هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الطبية لليوم. بما أننا مستمرين بفعاليات وأنشطة الشهر الوردي، خلينا نحكي أكثر عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الأهمية المتابعة الدورية والطرق الصحية للفحص بشكل سليم. خلينا نحكي مع الدكتور نوري المدرس، رئيس الجمعية السورية لآفات الثدي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا يعني فيك. كل سنه بيكون لنا لقاء مع حضرتك، وخصوصا بهذا الشهر التوعوي لنحكي اكثر ونوعي الناس كيف بيقدروا، وخصوصا السيدات والصبايا، خلال فتره هذا الشهر ياخذوا معلومات عن نفسهم اكثر وعن صحتهم. خلينا نبلش بالتوعيه خلال شهر طبعا الوردي. الحقيقه هالسنه الحقيقه توعيه اكثر ما تمام، لانه كان دائما بكل سنة يصير في عنا شغلتين ماشيين مع بعض. الشغلة الأولى التوعية، وعم نكثر من التوعية، وعن طريق الـ يعني النشرات، البروشورات، وأيام حتى ندوات، والأكثر عن طريق الإذاعة والتلفزيون. هلا نحن صار في توعية، وصار في توعية كثير جيدة. يعني نحن بدينا بالجمعية من 2011 نساوي الشهر الوردي، والشهر الوردي مثل ما قلت لكم توعية بالدرجة الأولى، وبعدين كشف مبكر. فكنا بكل الأوقات نساوي مثل شهر أو أقل شوي أكثر شوي من الفحص المجاني للماموغرافي، وهذا شغلة كثير كثير مهمة. بسبب الكورونا الكوفيد-19 صار عم يعني نقرر انه تباعد اجتماعي وتباعد جسدي اكثر. فوقت اللي نحن كنا نساوي الحمله كان يجي كميه كبيره من العالم وكلهم بنفس الوقت. هلا قررنا السنه انه عوض ما نساويها شهر واحد نساويها مده 6 شهور كامله، بس ما بقى نخلي الناس يجتمعوا كلياتهم، يا مواعيد يا ولا انه مثلا 2 لـ3 مريضات يوميا. فهلا اتفقنا بين الجمعيه وبين الهلال الاحمر انه نعمل 6 شهور بفاصل، يعني بمعدل 2 لـ3 مرضى يوميا، والتمويل بيكون من جمعيه امراض الثدي. فبدينا فيها من اول سنه ومن نضل لاخر السنه، وممكن كمان حتى إذا كان تمويل ظل وظل منيح أنه نساويها لفترة أطول، والغاية تبعيتنا أنه تكون كل السنة، يعني مو بس 3 شهور أو 6 شهور أو بوقت الشهر الوردي. هلأ الشيء اللي نحن عم نقوله هلأ أنه التوعية صارت كثير منيحة. يعني بس عشان اعطيكم فكره انه وقت اللي بدينا بدي اسالك عنه دكتور، يعني بس خليني اكمل انه قديش اثر التوعيه بس اكمل لا بس انا قصدي اثر التوعيه، خليني اكمل لك السؤال. اثر التوعيه قديش لقيته في ناس عم تتفاعل؟ يعني لما هذا النسب بدي اقول لك يا سنويا قبل ما تقطعي لي حديثي، انا عم اقول لك مشان نذكر عن الاعداد. عم بقول قديش اختلفت سنويا اعداد المشاركين بهي التوعيه معكم؟ انا بدي احكيها بس فضل. يعني انت بتحبي انت تسالي. اوكي، التوعيه تحسنت كثير، وقبل ما تطلعي لي حديثي كنت عمال اقول انه عم نسالك دكتور على الهواء. لا بس خليني اكمل المساحه كلياتها لك. إيه 20 طيب دقيقه بس خليني اكمل يعني. الفكره تفضل اللي عم بقولها. كمل دكتور. الفكره اللي عم بقولها انه كنا بال 2011 كنا نلاقي الكتله وقت بتكون 3 سنتي و4 سنتي، هلا عم نوصل ل 1.5 و2 سنتي، وهذا عمل كثير جبار، لانه وقت اللي بيكون في عنا كتله او كشفناها كتله 1 سنتيمتر وبدون اي عقد لا تحت الابط ولا انتقالات، نسبه الشفاء بتكون 95%. بينما وقت اللي بتكون الكتله 3 سنتي وفي عندها عقد تحت الابط او انه انتقالات لمحلات ثانيه بتصير النسبة حوالي 40%. فهي وحدة. فعم نقول لك انه نحن عم نلاقي هلا الكتل الصغيرة، وهذا المهم تبعنا، وهي الغاية تبعتنا، وهي الشيء اللي بدنا نساويه. هلا طريقة
الجواب بده تكون انه كان الناس وقت اللي نقول انه لازم تصوري ولازم تصوري بدون ما يكون في عندها اعراض، لانه الست وقت اللي بتصير هي عندها كتله بتخاف وبتروح بتساوي الصور وبتحاول تساوي تشخيص. بس نحن اللي بدنا اياه انه قبل ما يصير في اعراض، وقت اللي الست ما في عندها اي كتل اي الم اي شيء بالثدي خليها تروح تساوي الفحص. نحن بدنا بهالوقت تساوي الفحص، لانه اذا قدرنا نلقط كتله اقل من 1 سنتيمتر ممكن كثير انه يكون نسبه الشفاء جيده. هلا مو بس نسبه الشفاء، إنها كمان المعالجه بتكون مختلفه، بين انه تكون معالجه قويه وشرسه ومكلفه، وبين انه معالجات يعني حتى الشغله المهمه كثير انه ما نستأصل الثدي كله، نستأصل جزء من الثدي ونترك للسيده انه تحافظ على انوثها. نعم. هلا الشيء اللي عم نلاقي مع العالم انه هالناس صار هن يسالوا انه ايمتى مساوين الحمله لنجي نصور. ف لذلك انه الجمعيه السوريه عم تساوي انه اول كل يصير في التوعيه انه تطلب المريضه هي انه تصور، مو بس نساوي لها نحن الحمله ونحاول انه بالشهر الوردي شهر من 12 شهر، لا نحن بدنا اياه كل السنه، ونكون انه بضوابط معينه السيدات فوق ال 40 سنه فوق ال 45 سنه كل سنتين يساووا فحص، ويفضل انه مجاني، لانه ما بنقدر نطلب من سيده انه ما عندها شيء ابدا تفكر وتروح تصور وتدفع مصاري مشان يقولوا لها ما في شيء. بس وقت اللي مساويها ضمن مخطط لكل السنه وطول الوقت، اول كل ما بتكون مجبوره فقط بالشهر الوردي انما بكل السنه وعلى الوقت اللي هي بتلاقيه مناسب بالنسبه لها. نعم. وهذا شيء افضل. هذا اللي عم نسالك عليه دكتور، وعيد السؤال، دور الاعلام ليسلط الضوء على هي النقاط الاساسيه ويقول قديش مهم اثر التوعيه اليوم لما نذكر اي سؤال ممكن يخطر على راس امراه عم تتابعنا، قديش مهم اليوم لما عم تشوفنا كاعلام بدنا نعرف كل التفاصيل، نحكي قديش لما تعرف هي من خلال وسائل الاعلام انه الكشف المبكر ممكن ياثر بطريقه علاجها، ممكن ياثر بشفائها، ممكن مثل ما قال الدكتور ما تخسر الثدي وتحافظ على انوثتها وجمالها. هلا طبعا الاعلام اذا كان مزبوط بيوصل لكل الناس في بيوتهم، يعني حتى انه هي اللي يعني انتم تدخلوا لعندها مو هي تيجي تسال على الشغله الثانيه المهمه كثير اللي دائما بحكيها، وهذا اللي انا رايد انه نوصل له، انه الكشف المبكر وليس التشخيص الباكر. التشخيص الباكر هو وقت السيده بتحس في كتله وبدها تروح تشخصها الكتله وتروح بقى انه تساوي ماموغرافي او ايكوغرافي او خزعه. بس الكشف المبكر هو قبل ما يصير في اي صحيح. علامات سريريه، وهذا الشيء اللي نحن عم نحاول عن طريقكم اذا قدرتوا انه توصلون هالمعلومه للكل، انه المعلومه انه قبل ما يصير يعني. ففي سوينا ضوابط، والضوابط هي اول كل العمر اللي من فوق ال 40 فوق 45 سنه. نحن ليش بنقول فوق ال 40 ولا 45؟ اذا كنتي بالبلاد الاوروبيه بيقولوا لك بعد ال 50، لانه طلع من دراساتنا على سرطان الثدي بسوريا اول كل ابكر بيجي وثاني شيء شرس اكثر. لذلك نحن هلا عم ننقص من العمر اللي بيبدا فيه الواحد من التصوير او من الفحص. حتى انه لقينا انه في بعض ناس اللي في عندهم بيسموها سيده ذات خطر عالي، اللي بيكون في العائله يعني سوابق الام الخاله الاخت، فهذول بنبكر كمان اكثر فوق يعني اقل من 40 سنه. حتى في بعض اشخاص بنفس العائله اللي اما مثلا صار مع سرطان الثدي، نحن بنبدا الفحص تبعها قبل 10 سنوات من الوقت اللي صارت مع والدتها. لانه كفكره انه خليه وحده خبيثه
لتصير 1 سنتيمتر بدها 7 سنوات. لذلك نحن وقت اللي بنقول انه الام صار معها بال 45 وبال 50 نبدا بنفحص البنت قبل 10 سنوات مشان انه نبكر دائما بانه نكتشف هالورم. وكل ما اكتشفناه ابكر كل ما كان العلاج افضل وكل ما كان الانذار يعني الشفاء بيكون اكثر بكثير. نعم دكتور، كمان يعني خلال هي الفتره كثير من السيدات بيسمعوا شيء خاطئ عن الماموغرام، في منهم بخاف يصور بيقولوا له لا ما تروحي تصوري، ممكن اذا صورتي او تعرضتي للاشعه يصير عندك سرطان ثدي. يمكن نسمع هيك اشياء غريبه مضحكه احيانا بيعتبروها الاطباء، ولكن هي تساؤلات حقيقه بتخطر على بال الصبايا والسيدات اللي ما عندهم معلومات كافيه. طبعا. حقيقه الماموغرام إذا سيدة ما عندها شيء أو ما بتعاني من شيء، هل في ضرر إنه هي تروح تصور وشو السن؟ هلا مشان نكون واقعيين تمام. طبعاً. في ضرر. في ضرر. ضرر خفيف. بس بكل شغلة نحن بنساويها بنساوي نوع من التوازن. نحن شو ممكن ناخذ من هال الماموغرافي وشو اللي بنخسره إذا ما سويناه. فغالباً ومثل ما قلت لك لذلك إنه بنساوي ضوابط. الضوابط اول كان من فوق ال 45، بعدين انه صار في عندنا هلا اجهزه بتعطي اشعه خفيفه كثير وبيصير في تحت ال 45 ما بيصير تعمل صوره ماموغرام؟ لا بيصير طبعا بيصير. نحن هلا الافضل طبعا مثل ما هلا كنت بقول لك اياها انه في عندنا طريقتين وطريقتين كثير جيدين اللي هي الايكوغرافي والماموغرافي. الماموغرافي بنساويها من بعد ال 45، اول كل بيكون الثدي شحمي فبيظهر بشكل واضح. وثاني شيء انه بنخفف كمان من فتره التعرض تبعها للاشعه، يعني وقت بتبدا من ال 45 كل سنتين بنعطيها كميه اشعه كثير قليله. بالسيدات الاصغر بنبدا معها بالايكوغرافي اللي هو ما في له خطر يعني تعرض ابدا. فنحن بنبدا وقت السيده ذات خطر عالي ولو كان صغيره بنبدا معها بالايكوغرافي، واذا لقينا انه في يعني في شك هذاك الوقت بنكمله بالماموغرافي. بينما عند السيده فوق ال 45 بنساوي العكس، بنساوي الماموغرافي واذا لقينا في شيء بده انه يبين اكثر بنساوي الايكو، وممكن حتى في بعض الاوقات نساوي خزعه. من الشغلات اللي حابب انه تساليني عليها واللي بتساوي هوس عند العالم انه الخزعه. الخزعه وفي ناس كثير بيقولوا رح ينتشر المرض اذا انتشر. تماما، بيقروا وبيقروا غلط او ما بيعرفوا انه الانترنت ما بيعطي معلومه جيده، والمعلومه الجيده لازم تكون يعني شخصية يعني بحسب كل شخص، ما بتقدر تساوي بشكل اعتباطي. الخزعة ما بتنقل المرض. الخزعة أول كل بتكون موجهة، فإنه نحن بنعرف وين عم نخزع فبنجي على الكتلة وبناخذ منها خزعة. هلا كمان مانا كثير غلط إنه الخزعة ممكن إنه تنقل من جنبه يعني انه بالجوار. هذا مزبوط، بس مثل ما هلا انه الخليه الوحده لتصير 1 سنتيمتر بدها 7 سنوات. فنحن وقت اللي عم نخزع اليوم وشخصنا لها بعد 72 ساعه رح نقضي عليها قبل الوقت. تماما يعني هي يمكن ابرز النقاط بهالوقت القصير حكينا فيها. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور نوري، وكل سنه بتعطينا معلومات دائما جديده. شكرا لك. اهلا وسهلا. بدنا نشكرك دكتور نوري المدرس على وجودك معنا. بنتمنى الصحه والعافيه لجميع السيدات.